السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. اليوم غادي نقدم لكم حرشة بالبرتقال، كتجي هائلة. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم شاركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كنحتاجو 3 الكيسان عصير البرتقال، ما يعادل 500 مللتر بالعبارة كأس الشاي أو كأس العنبة، 3 الكيسان السميدة بالعبارة كأس الشاي أو كأس العنبة أي 430 غرام، عندي نصف كأس الزيت بالعبارة كأس الشاي أو كأس العنبة، كأس السكر الخشن ما يعادل 130 غرام بالعبارة كأس الشاي أو كأس العنبة، 3 بيضات، 3 أكياس من الخميرة الكيميائية من وزن 7 غرام، كيسين من الفاني من وزن 7 غرام، نصف كأس دقيق. كناخذ إناء كنوضع فيه البيض ثم السكر الخشن، وغادي نطرب الكل جيدا، وغادي نضيف كيسين من البيض، وغادي نطرب جيدا. كما كتلاحظوا تمزج لي البيض مع السكر، غادي نضيف الزيت نصف كأس، وغادي نخلط مع عناصر، ثم غادي نضيف عصير البرتقال 3 الكيسان، غادي نخلط جيدا، ثم غادي نضيف السميدة، غادي نضيفها كاملة، وغادي نخلط العناصر، ثم غادي نضيف الدقيق، ثم غادي نضيف 3 اكياس من الخميرة الكيميائية، غادي نخلط مزيان. غادي تلاحظوا بلي الخليط كيكون خفيف، فكما كتلاحظوا فالخليط كيكون عندي خفيف، ولكن السميدة راها كتشرب، يعني ما تحكموش عليها من الاول. وغادي ناخذ مول مدهون بالزبدة مرشوش بالسميدة الرقيقة، وغادي نخوي الخليط، ثم غادي ندخلو للفرن اللي سبق لي شعلته. من بعد ما طابت لي الحرشه ديالي بهذا الشكل هذا، فانا غادي نزينها. بالنسبه للتزيين عندي انا هنايا ناباج، بالنسبه اللي ما عندوش ناباج يدير المربى، وعندي هنايا جوز الهند اللي غادي نزين به. يمكن لكم تزينوا باي حاجه متوفره عندكم في البيت. كناخذ ناباج وتندهن بها جيدا، فهنايا بعد ما دهنتها بالناباج غادي ناخذ جوز الهند. وكما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي نتاع الحرشه بالبرتقال، كتجي هائله وشيشه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم شاركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، والسلام عليكم.